السلام عليكم، انا اسمي دكتورة رانيا ايهاب، انا بنت الدكتورة سوزان الشافعي. انا بس حابة اطلع اقول كلمتين عشان لقيت عندنا فولورز كتير قوي. الصفحة بتاعت الدكتورة سوزان ما شاء الله عدت 700,000 فولور على الفيسبوك، فانا طالعة بس بريفلي اقول للناس هي مين الدكتورة سوزان. الدكتورة سوزان بدأت تتكلم في المحتوى الديني من اكتر من 30 سنة، وكانت حريصة انها بتدي دروس الدينية دي في مساجد للبنات، وكان كل خطابها للبنات الصغيرين اللي لسه في الجامعة علشان ازاي يعاملوا امهاتهم وان شاء الله في بيتهم في الحياة الزوجية، وكان كلامها مينلي جامع ما بين الدين والدنيا مع بعض. كانت حريصة انها دايما تحب تتكلم في المساجد في بيوت ربنا، فادت في اماكن كتير زي مسجد المغفرة او مسجد انس بن مالك في المهندسين، ومسجد النور في العباسية، ومسجد بلال في المقطم، واماكن تانية كتير. دكتورة سوزان كانت حريصة قوي انها ما تطلعش في اي وسيلة من وسائل الاعلام، رغم ان اتعرض عليها كتير قوي انها تطلع في قنوات كبيرة، بس هي كانت بترفض ده لانها كانت بتحب تعمل ده لوجه الله، ومش عايزة اي شهرة، ومش عايزة اي حاجة في المقابل. طبعا كل الدروس بتاعتها كانت بدون اي مقابل مادي ولا حتى مقابل رمزي. لما جت كورونا في مارس 2020 المساجد اتقفلت، دي كانت بالنسبه لنا مشكله لانها احد بقالها اكتر من 30 سنه عندها درس اسبوعي بتديه في مكان، فكان الحل ان احنا نعمل لايف ستريمينج هنا على الفيسبوك، وبدانا باول فيديو في مارس 2020، وعملنا اكتر من 90 فيديو من مارس 2020 لحد نوفمبر 2020. توفاها الله في نوفمبر 2020 الحمد لله بدون اي امراض، كانت وفاه منتهى السلام في بيتها من غير اي امراض مسبقه، والمعجزه كلها حصلت بعد نوفمبر 2020. هي كانت بترفض تسجيل اي دروس الا البنات اللي بيحضروا لها من سنين واضطروا يسافروا، جوزوا وسافروا وعاشوا بره مصر، فكان جايبين ويب كام صغنونه كده، كان لسه التكنولوجيا مش عاليه قوي يعني، فكانت وهي بتتكلم في الدروس بتاعتها بنحط الويب كام الصغيره اللي تحت دي، فهي بعد فتره نسيت ان بقى في تصوير، وكانت بتتكلم باريحيه وبراحتها جدا قدامها اكتر من 300-400 واحده. وبعد ما توفت طلعنا الفيديوهات دي انا وفريق عمل معايا ربنا يكرمهم، وبدانا نقص الفيديوهات دي وننزلها على الصفحه وعلى اليوتيوب بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. اللي خلاني اطلع النهارده واتكلم انه ابريل 2020 عملت قناه على اليوتيوب للدكتوره، عشان في ناس ما كانش عندها فيسبوك فما كانوش عارفين يتفرجوا على اللايف ستريمينج ده. في ابريل 2020 قناتي كان فيها 1900 سبسكرايبر، وكنت فرحانه قوي وبقول لها يعني ان كده بقى عندك فولورز كتير قوي، ووصلنا حوالي 34,000 فيو، وانا كنت شايفه ان ده اكبر عدد ممكن حد في الدنيا يعني يوصل له. احنا النهارده في مارس 2023 عدينا اكتر من 100,000 مشارك ومتابع على اليوتيوب، ومعايا مفاجاه ان اليوتيوب بعت لنا الدرع بتاع اليوتيوب الفضي ده مكتوب عليه اسم القناه دكتور سوزان الشافعي، وبيشكرها انها عدت ال 100,000 فولور. انا عارفه ان في فولورز كتير قوي وناس كتير قوي بالنسبه لهم الدرع ده حاجه كبيره، هي ما كانتش بتهتم بالحاجات دي. انا بس طالعه اشكر الناس اللي عملوا لها فولو، والناس اللي عملوا لها سبسكرايب، والناس اللي لسه بيسمعوها رغم ان عدى سنتين وداخلين في السنه الثالثه بعد الوفاه، ان شاء الله هيكملوا يسمعوها على طول. احنا الحمد لله عمرنا ما قلنا لحد يعمل لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا اي حاجه. دكتورة سوزان علمتنا انه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علمه ينتفع بيه، او ابن صالح يدعو له. العلم ينتفع بيه والصدقه الجاريه ان شاء الله عن طريق الفيديوهات اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها وبتتابعوها، والابن صالح يدعو لها هو كل المتابعين بتوعها، انتوا كلكم اولادها وكلكم تدعوا لها، وان شاء الله دعائكم هيبقى مستجاب. المعجزه اللي حصلت بعد ما توفت، الانتشار الشديد قوي قوي اللي حصل، كل شويه حد يكلمني في التليفون يقول لي انا كنت في بلد الفلان فلانيه لقينا حد بيتفرج على فيديوهات الدكتوره وما يعرفهاش، وبيستغرب قوي ايه ده انت حضرت للدكتوره. فانا بسمع الكلام ده كتير قوي بحكم يعني ان انا بنتها، فكذا حد بيكلمني عشان يفرحني. فانا شايفه ان اللي حصل ده معجزه، ان حد يتشهر الشهره الشديده قوي 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 دي بعد ما يتوفى، دي حاجه ما تدلش غير على حاجه واحده بس، وهو اخلاص نيتها، انها حقيقي كانت خالصه نيتها في الكلام اللي كانت بتقوله، في الدروس اللي كانت بتديها. انا بشكر كل حد عمل لايك او شير او سبسكرايب، بفضل الله وفضلكم الفيديوهات بتاعه الدكتوره هيبقى علم ينتفع بيه وصدقه جاريه. احنا بدانا بصفحه على الفيسبوك وبعدها قناه على اليوتيوب، دلوقتي عندنا قناه على التليجرام وعلى الساوند كلاود، غير الموقع dr-susan.com اللي عليه كل الورق والصوتيات والفيديوهات بتاعتها، وان شاء الله بنحضر لاكونت جديد على كذا بلاتفورم مختلف، هننزل لكم اعلانات هنا ليها على القناه باذن الله. فاحب اشكر متابعتكم ليها، وربنا يجعله في ميزان حسناتها ويرزقها الفردوس الاعلى باذن الله.